معاكم صباح الخير راوية، صباح الفل، صباح الخير ريم، صباح الخير الريان، صديقة الصباحات العام الماضي في صيف 2022. وأنا أيضا اشتقت لكم، ويا رب السودان يكون في أفضل حال ويعود مشرقا مزدهرا في القريب العاجل. يا يلا منتظرينك يا عبد الرحمن تيجي معنا كمان وتشاركنا هيك مثل الريان في صباح العربية. شوفي عندك أخبار اليوم عبد الرحمن. إن شاء الله. نعم راوية، فعلا السعودية تستعد لاحتفالات اليوم الوطني 93 الذي يأتي بتحت شعار نحلم ونحقق، فعاليات متنوعة وكبيرة في جميع مناطق السعودية، لكن سنتكلم عن ثلاث جوانب من هذه الفعاليات. الفعاليات الأولى ستكون الألعاب النارية، والتي موعودون السعوديون بأن تكون مختلفة هذا العام في أكثر من منطقة في جميع مناطق السعودية في يوم السبت 23 من سبتمبر، أي بعد يومين في الساعة 9 مساء ستكون هناك ألعاب نارية مدهشة ومختلفة وعالمية من نوعها في الرياض وجدة، الأحساء، المدينة المنورة، الطائف وغيرها من المواقع، حوالي 15 موقعا ومدينة في السعودية. الجانب الآخر والفعاليات الأخرى هي المسيرات العسكرية. هذه المسيرات ستكون برية وجوية وبحرية. طبعا العروض الجوية والبحرية ستكون بأكثر من نوع من الطائرات العسكرية وأيضا الطائرات المروحية. بعض العروض تمت يوم أمس، وبعض العروض الأخرى ستكون خلال الأيام المقبلة في جدة، في الرياض، الطائف، الباحة وأيضا منطقة عسير. فيما يتعلق بالعروض البحرية ستكون بطبيعة الحال في مدن ساحلية في جدة وأيضا في مدينة الخبر في شرق السعودية. والجانب الثالث والذي أيضا ينتظره الكثير من عشاق الفنون وهي الحفلات الموسيقية. فنان العرب محمد عبدو سيكون له حفلة مهمة جدا في مدينة جدة غرب السعودية، وتحديدا في مسرح سوبر دوم، القبة الموجودة في شمال مدينة جدة. الفنان مجد المهندس سيكون في شرق السعودية في الدمام. أيضا هناك الفرقة تعزف والجمهور يغني في مسرح جامعة الأميرة نورة في الرياض. أيضا رابح صقر سيكون في تبوك. فيعني في تنوع كبير. أعزمنا يا سامي، لازم تعزمنا. يعني معروفة حياكم الله، عين فراش وعين الحاف. أكيد معروف احتفالات اليوم الوطني في السعودية، يعني بنعيش في حالة عرس في المملكة في جميع أرجائها وفي جميع مدنها. رح تكون نهاية أسبوع سعيدة وجميلة لنا نحتفي باليوم الوطني السعودي، وحيكون في تغطيات وأشياء كثيرة. يعني صراحة يا بختكم في السعودية. كل عام والسعودية بألف ألف خير يا رب. كل السعوديين. شكرا لك عبد الرحمن العصيمي على هذه المعلومات. شكرا لك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.